حروا هذا وال 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 ريحة 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 خلي خلي يفتح الباب خلي يفتح الباب كله كتمة كتمة افتح 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 وقف وقف ليش الريحة دي؟ قال له قال له يوقف البحر من منين الريحة؟ أنا ميت يمكن نسين شيء ميت تحت هنا ولا كوار من تحت ما دريت وعاد ليش واقف؟ ليش واقف؟ الريحة تجي من هالجهة كيف وين راح قلنا راح نبش مخبيذ ولا نبش مرقد يمكن يقعد جاي ميت يعني شلونك عاد كذا قل له يوقف الباص قل له يوقف الباص وقف متنا قل له وقف قلبي 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 يعني شو الحال يعني شو الحال؟ راح جاب كل شيء من جهتك زادت 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 الباب قل له يفتح قل له تحمل مو تحمل بسرعة بسرعة ما حد عارف وزعها المكيف وزعها المكيف وزعها المكيف يبا اوف 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 تسويها شق البخور انتوا رجاجيل شو رجاجيل يا ابو ابراهيم يمكن شيء محترق في الباص ولا شيء معطلان ولا شيء ذمتك ذمتك ليه راحت محترق اي راحت بريك يمكن راحت بريك لا تخف ثانية نجيفه تقول لي بريك 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 السيارة فحمات فحمات دقيت بريك بقوة انت جيبوا العطر ما حدك رشيت عطر يا ابو دويش هذا جيبهم يا حيدر رشيت عطر روح عطر عطر الشباب عطرهم عطرهم مرة واحدة عطرهم عطرهم روحه تعال تعال خلاص خلاص يا حماده خلاص خلاص شقل شقل خلاص شقل لي ناره خلاص خلاص شقل لي ناره شقل لي ناره خلاص خلاص جيبها 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 طيب ورا جيبها اطط خلي باخر الشباب خلي باخرهم يلا يلا ابو يلا بس 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 البس بي بس قال تروح بس عشرتونا من هالبخور بس انزل 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 بخور ولا هالريحه ان شاء الله مش صحيح ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله دقيقه لان شهر مسافرين نعم ما يوم شمينا ريحه بس جيت ويانا انت نعم ايش خاصك انت؟ لا وضح كلامك وضح كلامك هذه من ربعك لا لا ذي الريحه غريبه اول مره شمت الريحه جايه شفت انت نايم تحت الريحه تجي من فوق من فوق احلى وش منين جت؟ هو الدخان اجت من فوق والدخان بطبيعته يطلع لفوق هي بطبيعته تسوي كذا تعدل تعدل تضحك ليه على ربعك على اي حين تاكل من ربعك تاكل من احترم نفسك اقول احترم نفسك وبدأ مثل ما يقولون راضي اول مره تجي هالريح من جيت عيب عليك ترى الباص مطيب ومبخر معطر والله عيب يا والله نسيت روحك تروح شو ذنب ابراهيم يشحس الجواز ما ادري احترم نفسك يا كان يا ريح يسويها ما علي ما علي خلاص خلاص يا جماعه خلاص يا جماعه الخير خلاص خلاص وسع صدرك دقيقه لا لا ابو ابراهيم لا لا ابراهيم لا خلنا ابراهيم تعود من بليز تعود انا بعد قعدت 8 ما يخال لا لا ما انا نشوك الا بسوي ابراهيم روحوا ناموا روحوا خلاص يمكن 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 يا شباب قل البسمي يقول لك مرتضى المكيف لا تخليه يسحب من الشارع خليه يسحب من داخل الباص دوران تهويه يعني
ايه الاصر مفتوحه يمكن يجيب ريحه من برا. احنا قبل شوي مرينا على حوش غنم. خلي يسكرها. مرينا على حوش غنم قبل اسبوع، مرينا على حظيره الدجاج وجات ريحه تشبهها. تذكر بده ايش؟ اي مرينا حتى على حديقه تتهيبل. تتهيبل هاي تتهيبل البريم. وين وين الغنم وين الريحه؟ خلاص البريم عطرنا البسط عوض البيس ونام وخلاص عاد خلونا ننام. يلا يا جماعه اي انا شاك فيه خال بدويش دمنجو الوضع مو طبيعي. وانا اقول والله صحيح. خلنا نغمه نوم. يلا تصبحون على خير يا جماعه، ناموا خلنا نستقل الوقت. يلا ايش فيه؟ انا مو بنب ايش فيه؟ ما طلع خال بدويش، طلع ابو ابراهيم. عجيبه عجيبه. عيب عيب الوضع مو طبيعي. الوضع مو طبيعي. الوضع مو طبيعي. الوضع مو طبيعي. دجاج ياكل هالروي هلاك. في راحت يا اخي سخيفه. انا قلت دواشك ويا زوالي يتغيرون ترى كيفكم. وقف قل يوقف قل يوقف. قام قام بدويش قام لا تختنق. قام حبيبي قام قام. رش على خالك رش. خله يوقف خله يوقف خله يوقف خله يوقف. نزلوا نزلوا نزلوا. الوضع مو طبيعي. نزلوا نزلوا. خلصوا خلصوا. يا دافع البلاء. يا مرتضى تركب الباص. انت ما تركب الباص. انت ادري ادري بقول ادري بسمي. لا ما ابي قدام البقاق. ركبه قدام يا البسمي. ركبه قدام افتح النافذه. وين تحطه فيه؟ حبيبي شوف لنا حل. حول 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 حول. وين 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 وين؟ خلاص يا ابو كيان. بسمي ركبه قدام. طالبك ركبه قدام. ركبه قدام اجل ننزل خوينا. ركبه قدام ركبه قدام. اذا جينا محطه نازله محطه. خلاص خلاص يلا ودي 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 خليه يتروش انا اشوف لحال. يلا امشي. ركبه 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 يا جماعه. ركبه ركبه. واخيرا عرفنا من وين. يلا ركب ركب ابراهيم. شيء مو طبيعي. اول مره اشوف بحياتي كذا. صحيح صحيح. لا الله يهديه ذا. يلا يلا ركبه ركبه يا شباب. ركبه خلاص. الريح صدت البوطه الحين. يا لا لا تفكت فكت خلاص فكت يا شباب فكت. يلا يلا يا جماعه الخير. يلا الله يصلحك يا زجران. الله يصلحك. عيب عيب عليمان. ولا شميت ريحه شاي كريب بس اول مره اشم الريحه. صحيح لا اول مره غريب عجيبه. صحيح صحيح انا ما شميت الا مرتين. عيب باص جورج كبره قاعد يسويها. مو بعادل والله مو بعادل يا ابو ابراهيم. لا فك احنا قاعد مكان مفتوح قاعد مكان ضيق كذا نعيم. شنو انا ما تعطر الا بالمسك والعود. يلا يا جماعة الخير. اي والله اي والله. اوب 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 اوب. رجعت الريح مرة ثانية. ابراهيم ايش الحال يعني؟ والله شري يا ابو ابراهيم. اسكت اسكت اسكت. ما تستحل وجهك من الريح. ها معي كنت شاك فيه انا. وخره 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 وخره. كله يوقف 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 كله. احنا بننزل تحت ولا بنرقى فوق؟ احنا اول شيء نطلع فوق بعدين نهبد على الوادي. زين الباص يمر ولا شلون؟ الباص الحين يبي له شغل يبي له دف شي صعد اذا فوق بدا. والله الله يستر. اشوفه مو بيوم انا اخاف انا. بيقول لك اصعد ماشي يا ابو علي. اصعد ماشي شي خوف من بعلي شي
شيخ. شلون بعد تهد في قاطعة زي كذا مرتفعات تقول له اطلع فوق؟ لا كلا. ما من خير ذا زين ذا ليش حطنا في الشارع ذا زوجي ذا يطلع اي ما حدا لف منا وراح منا تعال منا الله مشكلة وياكم انت الحين تصعد 1300 ولا كم 1000 وكم 1000 متر فوق سطح الارض 1000 متر سطح البحر 1000 متر تحسب بسيط عايشين هنا عايشين لا بقالات ولا شيء عايشين الامور طيبه على هنجر ستيشن يا ابو علي وقع فيهم حليب دولي شو البقر هدينهم زي الغنم هذا جمال ناسينا رابع ناسينا رابع شايب شوي شوفوا هنا الحمير شوفهم عندهم ظروف تبس عن الشارع احنا الحين خط سريع رايح خطين يكون ضيعنا عنده ظروف وصلنا بقى 20 دقيقة ما يصير في ماشي يبي له سائق بعد تطب في جفرة ولا شاي ولا حاجة ولا ظروف والله شكله ما احنا محصلين لا وادي ولا غيره يا رجل ما في لا وادي ولا موادي والله جلسنا عبرنا طريق وعر 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 جدا اي الطريق عنده ظروف شو عنده؟ عنده ظروف عنده ظروف تعال 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 شوف تعال نتمشى من يمكن حصل وادي وين مجنون انت؟ ليش تخاف؟ ايوه الحين يطلع لنا ذيب ولا شيء ولا والله ما تدري في ظلمه والله ما تدري لو يطلع لنا شيء الله يستر لا ايوه انا خوف انا خوف تخاف؟ اي خوف وين ابو علي قوة القهر؟ يا رجال ما هنا قوة قلب اي والله ما هنا قوة قلب مكان صج مقطوع بالليل يعني اذا تخيل تخيل لو جايين احنا في الليل تخيل لو في الليل احنا في ذا المكان صج صج المكان مجنون كنا في شيء يمشي وراك ابو علي اشوف تبارك الله متجهين على اين على عثمانية وادي القمار وادي القمار وادي الغمار وين متجهين ابو علي اسبانيا اسبانيا بس طاق لون ما شاء الله يعرف يقول وين التفت علي وين متجهين اسبانيا شلون شو اسبانيا ان شاء الله تبارك الله ان شاء
الله تستمتعون معنا بالتغطية الخفيفة اللذيذة. الله. وش تحت؟ انت رجع نظر.